وبرضه نفس القصة بالنسبة للهالوس بالجس انجل. If it is increased you will need a cannula. حد عنده أي سؤال؟ طيب دلوقتي مع فكرتنا الدكتور عمرو فاروق هيتكلم عن الليسر تو ديفورمز. شكرا دكتور أسامة. النهارده هتكلم عن الليسر تو ديفورمز، والحقيقة هو موضوع الناس كانوا عايزين يسمعوه واحنا مش متعودين كتير ان احنا نتكلم عنه. فاتمنى يعني هو موضوع صغير الحقيقه، اتمنى المعلومات اللي هنقولها عنه تبقى هي المعلومات المفيده اللي احنا طلبناها وكنا عايزين نسمعها. الليسرتوز هي تكمله الحقيقه الموضوع اللي الدكتور اسامه كان بيتكلم فيه بالهالوكس فارجس. ولو خدنا فكره عن الاناتومي الاول بتاع الليسرتوز، لو فهمنا الاناتومي وفهمنا ايه هي الفورسز افكتنج ذا ليسرتوز هنقدر نعرف ايه هي الديفورمتيز وايه هي العمليات اللي احنا نقدر نعملها. اولا الليسرتوز الحقيقه هي الاقل في العمليات بتاعه الفور فوت. ثلاث ارباع عمليات الفور فوت بتبقى متركزه على البيك تو، وحوالي ربع العمليات بس بيتعامل مع الليسرتوز. انما الحقيقه الليسرتوز التعامل معاها في البلاد المتقدمه اكتر كتير من عندنا. احنا عندنا الناس بتهمل شويه موضوع الليسرتوز، لكن ممكن قوي بره تلاقي واحد داخل بس عشان يصلح مشكله عنده في السكند تو او في الثيرد تو، مضايقاه جدا في الشوير بتاعه مش قادر يمشي منها، يدخل مخصوص علشان يعمل لها عمليه. طيب باختصار بقى الكلام البيزك خالص، ان احنا عندنا الليسر توز هم الاربعه توز غير البيك تو، بيتكون كل واحد فيهم من الميتاتارسال والبروكسيمال والميدل والديستال فالانكس. الجوينتس المهمه جدا، اول جوينت هو الميتاتارسال فالنجيال جوينت، ده مهم قوي. وعندنا البروكسيمال انتر فالنجيال جوينت اللي احنا دايما بنقول عليه بي اي بي، وعندنا الديستال انتر فالنجيال جوينت اللي احنا بنقول عليه الدي اي بي. طيب ايه هي المسلز او التندونز اللي اتاتشد للليسر توز واللي هي بتافكت الباور وهي بالتالي بتاثر على الديفورمتيز بتاعت الليسرتوز؟ اي واحد من الليسرتوز هلاقيه بيتكون من الاتي. الاكستنسور تندونز، في كام اكستنسور تندون؟ اكستنسور ديجيتورم لونجس واكستنسور ديجيتورم بريفس. الاكستنسور ديجيتورم لونجس جايه من فوق من الليج وداخله على الفوت، انما الاكستنسور ديجيتورم بريفس موجوده فين؟ في السوق، في الفوت نفسها، في اللاترال سايد. علشان كده دايما التندر بتاع الاكسنسور ديجيتورم لونجس بيبقى جاي سنترال على الصباع او على الميتاتارسال، انما عند الليفل بتاع الميتاتارسو فالنجر جوينت بيجوين معاه التندر الثاني بتاع الاكسنسور ديجيتورم بريفس جاي من اللاترال سايد. الاثنين بيتقابلوا مع بعض عند الليفل بتاع الميتاتارسو فالنجال جوينت. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان هما الاثنين بعد ما اتقابلوا بيتفرعوا ثلاث فروع تراي فوركيشن. التراي فوركيشن ده فيه سنترال سليب وميديال ولاترال سليبس. السنترال سليب هيبقى اتاتشد للميدل فالانكس، والميديال واللاترال سليبس هتبقى اتاتشد للايه؟ للديستال فالانكس. الكلام ده مهم جدا، وكل كلمه من دول ليها ابلكيشن. وانا اعتقد ان الرسمه دي او السؤال بتاع الاناتومي بتاع التندونز اوف ذا ليسر توز او ذا، يعني ده سؤال مهم، سؤال مهم اللي داخلين دكتوراه في الاناتومي او الباثولوجي ممكن يبقى سؤال علشان عليه ابلايد اناتومي كتير قوي. طيب ايه تاني؟ ده بالنسبه للاكستنسورز. طيب يبقى معنى كده ان انا عندي جزء من الاكستنسورز انسيرتد في الميدل فالكس وجزء من الاكستنسورز انسيرتد في الايه؟ في الديستال فالكس. طب وات اباوت ذا بروكسيمال فالكس؟ مفيش اي اكستنسور انسيرتد فيه؟ في طبعا. هنا عند الميتاتارسو فالنجيال جوينت الاكستنسورز بيتحدوا مع بعض كده ويكونوا لي حاجه اسمها اكستنسور سلينج او اكستنسور اكسبانشن. تمام؟ وبيتحدوا مع بعض ويفيوز مع البلانتر بليت. ايه هي البلانتر بليت؟ البلانتر بليت هي الكوندنسيشن
بتاع الديب فاشيا اللي هي البلانتر فاشيا عند الليفل بتاع الميتاتارسوفالانجيال جوينت. يبقى عندنا الاكستنسورز وعندنا الديب فاشيا او البلانتر ابوليوروس اللي هي البلانتر فاشيا يعني بتعمل حته قويه جدا عند البلانتر اس بتاع الميتاتارسوفالانجيال جوينت اسمها بلانتر ايه؟ بليت. طيب ايه اهميه البلانتر بليت؟ هي مهمه جدا للاستابيليتي بتاع الميتاتارسوفالانجيال جوينت. يعني لو افترضنا ان في عيان عنده حصل له انجري ادت الى ان حصل رابشر للبلانتر بليت ده هيبقى عنده انستيبل ميتاتارسوفالانجيال جوينت، بمعنى الميتاتارسوفالانجيال جوينت ده ممكن يصاب لاكس وممكن ايه يديسلوكيت. تمام. طيب ايه تاني بيبقى انسرتد في الاكستنسور سلينج او الاكستنسور اكسبانشن ده؟ الانترنسك ماسلز اوف ذا فود. ايه هي الانترنسك ماسلز؟ عندنا اللومبريكلز وعندنا الايه؟ الانتروسيور. فكل كل ليه كل متاترسل ليها 1 لومبريكل وليها كام انتروسيوري وليها 2 انتروسيوري، كل دول هيبقوا انسرتد في المكان ده. تمام. طيب علشان نكمل، هو الاكشن بتاع الانترنسك ماسلز دي على الجوينتس اوف ذا فوت ايه؟ بتعمل فليكشن لايه؟ فليكشن للميتاتارسوفالانجيال جوينت واكستنشن للبروكسيمال والديستال انترفالانجيال جوينت، وده هقول لك ليه دلوقتي هبينه في الرسمه اللي جايه. طيب نيجي للفليكسور تندونز. الفليكسور تندونز ايه هما؟ عندنا 2 فليكسورز، عندنا الفليكسور ديجيتورا لونجس والفليكسور ديجيتورا بريفس. الفليكسور ديجيتورا لونجس انسرتد في الديستال فالكس والبريفس انسرتد في الايه؟ في الميدل فالكس. واضح؟ الفليكسور سهلين، واحد في الديستال فالكس واحد في البروكسيمال فالكس. الاكستنسورز هما اللي فيهم شويه لخبطه، بيعملوا اكستنسور اكسبانشن وبيعمل ترايفوركيشن سنترا سليب وميديال ولاترا سليبس. السنترا سليب في الميدل فالكس والميديال ولاترا سليبس في الديستال فالكس. والاكستنسور اكسبانشن بيبقى اكسيرتد عند الميتاتارسوفالانجيال جوينت وهو نفسه بيعمل لي اكستنشن للميتاتارسوفالانجيال جوينت. انما الانترنسك ماسلز اللي بتبقى انسرتد فيه بتعمل لي ايه للميتاتارسوفالانجيال جوينت؟ بتعمل لي فليكشن للميتاتارسوفالانجيال جوينت واكستنشن للانترفالانجيال جوينت. طيب نكمل. يعني كده لما ابص التوب فيو من فوق يعني من الدورسال، لما ابص على اي واحد من الليسر توز هلاقي ده الاكستنسور اكسبانشن انسرتد فيه الايه؟ الانتروسيالي او الانترنسك ماسلز. السنترال سليب انسرتد في الميدل فالكس والميديال ولاترال سليب انسرتد في الديستال فالكس. طيب لو بصيت من البلانتر اسبكت هلاقي ايه؟ هلاقي فليكسورز، الفليكسور ديجيتورا بلوندس في الديستال فالكس والفليكسور ديجيتورا بريفس في البروكسيمال فالكس. تمام كده؟ طيب هي التوضيح بس بتاع ليه الانترنسك ماسلز بتعمل اكشن على الميتاتارسوفالانجيال واكشن مختلف على الانترفالانجيال جوينت، ده عشان حاجه اسمها السنتر اوف روتيشن بتاع كل ايه؟ كل جوينت. فهي اللومبريكلز او الانتروسياي جايه كده من تحت لفوق، فهي بتبقى اللاين اوف بول بتاعها بيبقى قدام او بلانتر للسنتر اوف روتيشن بتاع الميتاتارسوفالانجيال جوينت، لكن بيبقى دورسال للسنتر اوف روتيشن بتاع الانترفالانجيال جوينت، وبالتالي بيعمل هنا فليكشن وهنا ايه؟ اكستنشن. هو ده يا جماعه بيقابل فاكرين الرايتنج بوزيشن بتاع الهاند برضه فليكشن في الام بي جوينت واكستنشن في الانترفرنجال ايه؟ جوينت. نفس القصه. طيب البلانتر فاشيا، البلانتر فاشيا مهمه جدا على الرغم ان هي مش ماسل، انما هي من ضمن الحاجات الباسيف ستابيلايزرز للايه؟ للليسر توز. طيب هي بتبدا منين؟ بتبدا من الكالكينيال تيوبروستي وانسرتد فين؟ بتعمل 4 سليبس علشان او 5 يعني علشان يبقوا انسرتد في بيز اوف ايه؟ بروكسيمال فالكس، يبقى برضه في البروكسيمال فالكس دي البلانتر فاشيا. طيب الافكت بتاعها افكت مهم جدا، بتعمل ميكانيزم اسمه ايه؟ ويندلاس ميكانيزم. يعني ايه ويندلاس ميكانيزم؟
يعني لما البلانتر فاشل بتبقى مشدوده بتقرب الاوريجن من الانسرشن، بتقرب الكالكينيوس من البروكسيمال فالانجيز، ده بيزود الارش بتاع الفوت. طيب وايه عكس الميكانيزم ده؟ حاجه اسمها ريفرس ويندلس ميكانيزم. يعني ايه؟ يعني لما البلانتر فاشل تبعد عن بعضها تمام، يبتدي الكالكينيوس والبروكسيمال فالانجيز يبعدوا عن بعض، بتعمل لي باسيف فليكشن لمين؟ ما دام هي انسرتد في البروكسيمال فالانكس يبقى بتاثر على انهي جوينت؟ في الام بي جوينت، بتعمل لي باسيف فليكشن للام بي جوينت، وبالتالي بتحافظ على الليسر توز تاتشنج ذا ايه؟ ذا جراوند. تمام؟ ده مهم جدا ان الليسر توز تبقى تاتشنج ذا جراوند، عشان بعد كده هنعرف ان في حاجه اسمها فلوتنج تو من ضمن الكومبليكيشنز. يعني ايه فلوتنج تو؟ يعني الصباع ما بقاش لامس الايه؟ ما بقاش لامس الجراوند. تمام؟ طيب ده الويندلس ميكانيزم اللي احنا لسه متكلمين عنه. وانا ممكن اليست الويندلس ميكانيزم لو انا عملت باسف دورس فليكشن للام بي جوينت او البيك تو. تمام؟ الويندلس ميكانيزم والريفرس ويندلس ميكانيزم مهم جدا تو كيب ذا لسر تو ستاتشك ذا ايه؟ ذا جراوند. طيب اخر حاجه عايزين نعرفها قبل ما نعمل ما نتكلم عن الديفورمنس، خلاص احنا عرفنا الكلام ده يبقى خلاص الباقي كله سهل. في نورمال كاسكيد للطول بتاع الايه؟ الميتاتارسس في النورمال فوت. تمام؟ ايه هو الكاسكيد ده؟ مين اطول واحد في الميتاتارسس؟ السكند هو اطول واحد، وبعدين بيبتدي يقل الطول تدريجيا لغايه ما نوصل للايه؟ للفيفت. الفيرست بقى بيختلف، يا اما يكون قد السكند، يا اما يكون اطول من السكند، يا اما يكون اقصر من السكند. الايجيبشن فوت بتبقى الايه؟ الاطول من السكند. انما في الجريك فوت بيبقى اقصر من السكند. يعني ما علينا، المهم ان في كاسكيد معين. طب ده بيفرق في ايه الكاسكيد ده؟ بيفرق في ان الديستريبيوشن بتاع الويت على الهيدز بتاعت الميتاتارسس لازم يبقى بالترتيب ده، عشان ما يبقاش عندي بين اثناء الايه؟ اثناء المشي، اثناء الجيت سايكل. طيب نفترض ان في واحد من دول قصر، ايه اللي هيحصل؟ سواء طول او قصر، لو طول هيزيد اللود على الـ على الـ على الهيد ده ويعمل لي ميتاتارسالجيا على المكان ده. تمام؟ طيب لو انا قصرته يبقى انا كده بعمل انلودنج للميتاتارسال ده، وبوزع اللود على بقيه الايه؟ الميتاتارسالز. طيب الاوستيوتومي المهمه اللي احنا بنستخدمها اللي هنقولها هنا برضو اسمها فايل اوستيوتومي بالدبليو، بس اسمها فايل، وهي عباره عن شورتننج بعمله في الفيرس في الميتاتارسال اللي انا عايزه، طبعا في الليسر ميتاتارسال مش في البيك تو. وده هدفه ايه الشورتننج ده؟ هدفه ان انا لو هو في واحده بينفول او في واحده انا لقيت ان هي اطول من التانيين، اظبط الكاسكيد بتاع الطول اللي احنا اتكلمنا عليه في الايه؟ هنا. تمام؟ طيب هل ليها ميزه ثانيه او فايده ثانيه في المحاضره دي الفايل اوستيوتومي الشورت بتاع ميتاتارسال؟ اه، بتفيدني في علاج السبلكسيشن والانستابيلتي او الديسلوكيشن بتاع الايه؟ بتاع الميتاتارسو في الانجل جوينت. يبقى اذا كان في ميتاتارسو في الانجل جوينت بتاع احد الليسر توز يعني ديسلوكيتد، فمن ضمن اللاينز اوف تريتمنت بتاعتي ان انا عشان اعمل له ريدكشن اعمل شورتنج للايه؟ للميتاتارسال. تمام؟ طيب دي هناخدها من الرسمه دي، احنا قلنا الافكت بتاع كل مصل على الجوينت اللي يقابلها، ادي الميتاتارسال في الانجل جوينت، مين اللي بيعمل له اكستنشن؟ احنا قلنا على الرغم من ان الاكستنسورز مش انسرتد فيه، انما الاكستنسورز لينك اللي عنده ده بيعمل اكستنشن. تمام؟ يبقى الاكستنسورز بيعملوا اكستنشن هنا من خلال الايه؟ الاكستنسورز لينك. طيب والاكستنسورز اكيد بيعملوا اكستنشن برضه في البي اي بي وفي الدي اي بي. طيب الفليكسورز، الفليكسورز ديجيتال لونجاس بيعمل بيشتغل على ويتش جوينت؟ على الدي اي بي الديستال. انما البريفس بيشتغل على البروكسيم. تمام؟ طيب والبلانتر فاشيا بتعمل ايه؟ بتعمل باسيف فليكشن للام بي جوينت. والانترنسك ماسلز اوف ذا فوت بتعمل ايه؟ بتعمل فليكشن للميتاتارسال فرنجل واكستنشن للانترفرنجل. تمام؟ كفايه بقى الكلام ده؟ نتكلم بقى
نعرف الاول ايه الفرق بينهم شكلا. يعني المالت دو نبدا بيه عشان هو اسهل واحد. المالت دو مشكله في جوينت واحد بس اللي هو الايه؟ التيستال. كل بقيه الجوينتس عاديه ما عدا التيستال بقى فيه ايه؟ فليكشن ديفورمتي. ده اسمه المالت دو. تمام؟ طيب هل حد ممكن يتوقع ايه السبب اللي خلى الصباع يحصل له كده؟ حصل ايه؟ رابشر في الاكستنسورز. ماشي. طيب رابشر في انهي جزء في الاكستنسورز عشان يحصل كده؟ في الميديال واللاترال ايه؟ سليبس. ماشي وارد. يبقى انت كده بتتكلم حاجه تروماتيك. طيب لو مش حاجه تروماتيك وزي ما الدكتور اسامه قال اشهر سبب للديفورمز عندنا في الفوت هو الايه؟ الفوت وير او الشو وير. لو واحده لابسه جزمه الكعب عالي وجوز ضيق من قدام الصباع هيتني. تمام؟ لما يتني هيبتدي يحصل كونتراكشن في الايه؟ في الفليكس. ويتش فليكسور؟ الفليكسور اللي يشدور اللونجز. يعني الاول انا خدت البوزيشن ده نتيجه للجزمه اللي انا لابسها، بعد كده بدا يحصل كونتراكشن فالديفورمتي تحولت من ايه؟ من فليكسبل ديفورمتي الى فيكسد ديفورمتي. تمام؟ وده يديني هنت على التريتمنت اللي انا ممكن اعمله. ممكن اعالج المالت بايه كده بالطريقه دي؟ بالظبط. التندون اللي حصل له كونتراكشن ده ممكن اعمل له ريليز. تمام؟ ده في مرحله الفليكسبل ديفورمتي طبعا. تمام؟ انما اذا كانت فيكسد يبقى فيوجن. احنا القاعده ان الفليكسبل ديفورمتي بقدر اعالجها بالسوفت تيشو ايه؟ بروسيجرز. انما الريجيد او الفيكسد ديفورمتي محتاج اعمل معاها بوني بروسيجرز. يبقى ده المالت. هما كلمتين. ده الدي اي بي الثاني اعمل لو هو فليكسبل اعمل ريليز للاف دي ال فليكسبل جون رومبس هقدر اعالج المشكله. لو هو كان فيكسد هعمل فيوجن لويتش جوينت للديستال انترفرنشال جوينت. خلاص كده؟ يبقى ده المالت. انتهى على كده المالت. طيب ايه الديفورمتس الثانيه؟ الكلوب والهامر تو هما يعني فيهم شبه من بعض شويه. لكن هو خلينا نتفق اتفاق. الهامر تو هو ده الموست كومن ديفورمتي اللي احنا بنشوفها في الليسر ايه؟ توز. وهو ده اللي كان الدكتور اسامه بيتكلم عليه بيبقى اسوشيتد مع الهالوكس فالكس. تمام؟ طيب الديفورمتي ده في اي افكتنج ويتش جوينت؟ ها؟ دي اي بي ودي اي بي. لا بصوا هما الاثنين التانيين هنبقى مركزين على البي اي بي والميتاتارسوفالنج. تمام؟ طيب الهامر تو بيبقى المين بروبلم في البي اي بي زي ما انت قلت. بيبقى عندي فليكشن في الايه؟ في البي اي بي. وبيحصل لي كومبنساتوري هايبر اكستنشن في الايه؟ لا في الميتاتارسوفالنج. تمام؟ الحاجه الوحيده اللي ما بتبقاش افكتد او بتبقى سليمه في الدم هو الدي اي بي. تمام؟ خلاص كده؟ عشان ده الفرق بينه وبين الكلو. الكلوينج انا كلمه كلوينج ما بقولهاش غير في عيان عنده مشكله ايه؟ نيورولوجيكال، مشكله نيورو ماسكولار. العيان اللي عنده كلوينج ده بيبقى ايه؟ كلوينج يعني حصل له شورتنج في كل الايه؟ في كل التندونز. فالمين جوينت افكتد هنا بيبقى الميتاتارسوفالنجل. بيحصل فيه ايه؟ هايبر اكستنشن. وبيحصل فليكشن في الاثنين التانيين اللي هم الدي اي بي والبي اي بي. تمام كده؟ عشان الكلام ده مهم. يبقى انا ممكن شكلا افرق بين الهامر تو والكلو تو من خلال الدي اي بي. تمام كده؟ شكلا. لكن طبعا كسبب هما مختلفين تماما. الكلوينج ما اقدرش اقول كلمه كلوتو الا في عيان عنده نيورولوجيكال او نيورو ماسكولار بروبلم، او مثلا كان عنده كومبارتمنتال سيندروم حصل له كلوينج. تمام؟ انما الهامر تو ده ديفورمتي موجوده كتير جدا، بنشوفها كتير جدا، خصوصا ان اسوشيشن مع الهالوكس فالكس. تمام كده؟ طيب في ديفورمتي يعني اقل شهره شويه لكن اقولها برضه في الليسر توز. ايه هي؟ دي اسمها ايه؟ اسمها كروس اوفر ديفورمتي. يعني ايه؟ هو طبعا في هالوكس فالكس، العيان عنده هالوكس فالكس، لكن في مشكله دلوقتي حصلت في السكند تو. وعلى فكره هي كروس اوفر ديفورمتي دي ديفورمتي مخصوصه للسكند تو
وغالبا بتبقى ان اسوشيشن مع الهالوكس فالجاس، ان هو لما الهالوكس فالجاس الصباع الكبير بيجي جامد قوي كده على السكند توب، السكند توب يبتدي ايه؟ يركب على البيج توب ويروح في الاتجاه الايه؟ الميديا. يعني موستلي ما فيش كروس اوفر ديفورمتي في الاتجاه الايه؟ اللاترال، تمام؟ يبقى دي كروس اوفر ديفورمتي. مش هنتكلم عن تفاصيلها. طيب الفروق المهمه اللي بين الجوينتس في كل الايه؟ الثلاثه ديفورمز اللي احنا اتكلمنا عليهم، تمام؟ بفرق بين الهامر 2 والكلو 2 من مين؟ من الدي اي بي. بيبقى فليكسد في الكلو وبيبقى نيوترال في الايه؟ في الهامر 2. طيب لو جالي عيان عنده ديفورمتي في الليسر توز هتكلم معاه نفس الكلام اللي اتكلمت مع عيان الهالوكس ايه؟ فالجاس. الهيستوري بتاعه ايه؟ هل المشكله بدات بتروما ولا المشكله بدات ان هو لابس جزمه ضيقه ولا المشكله بدات ازاي بالظبط؟ تمام؟ طيب وابتدي اعمل اكزامينيشن للعيان. اهم حاجه في الاكزامينيشن بتاعت العيان ان انا اعرف اذا كانت الديفورمتي اللي عنده دي ايه؟ فليكسبل ولا فيكسبل، تمام؟ وفي جزء مهم جدا في الاكزامينيشن بتاع الميتاتارسوفالينجال جوينت، انا عايز اعرف اذا كان الميتاتارسوفالينجال جوينت ده افكتد ولا مش افكتد، لان هو الهايبر اكستنشن بتاع الميتاتارسوفالينجال جوينت اللي هو موجود في انهي ديفورمتي؟ موجود في الكلو از برايمري ديفورمتي، ومطلوب وموجود في الهامر از سكندري ديفورمتي. النتيجه واحده في الاخر، لما العيان يبقى عنده هايبر اكستندد ميتاتارسو فرينشال جوينت هيبتدي البلانتر بليت اللي احنا كنا بنتكلم عليه يحصل له ايه؟ يحصل له ويكنس وستريتش ورابشر في الاخر، تمام؟ فلما يحصل رابشر البلانتر بليت هيبتدي الميتاتارسو فرينشال جوينت بدل ما يبقى هايبر اكستندد بس هيبقى ايه؟ سبلكس وبعدين ديسلوكيتد، تمام؟ فانا مهم جدا، اهم برضه حاجه مهمه جدا في الاكزامينشن بتاع العيان ده ان انا اشوف اذا كان الميتاتارسو فرينشال جوينت بتاعه ستيبل ولا مش ستيبل. وليه تيست كده شبه التيست بتاع الانتيريو كروشيت ليجامنت اسمه ايه؟ اسمه لخن تيست، تمام؟ ان انا بقعد احرك الميتاتارسو فرينشال جوينت واشوفه اذا كان بيسبلكس ولا بيديسلوكيت ولا ستيبل، تمام؟ ايه الانفستيجيشنز اللي بعملها؟ بلين اكس راي، ستاندنج بلين اكس رايز ارتو بوستيريو لاترال. لو عايز بقى يعني انا عايز اشوف البلانتر بليت مقطوعه ولا مش مقطوعه وشايف ان الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي، ممكن اعمل ايه؟ ام ار اي بس مش مهم قوي. طيب المالت خلاص احنا اتكلمنا عليه وقلنا التريتمنت بتاعه، لو كان فليكسبل ولو كان ايه؟ ولو كان ريجن. لو فليكسبل بعمل ريليز للفليكسبل ديجيتورا لونجز، لو كان ريجن بعمل فيوجن للدي اي بي. خلاص كده؟ وادي الالجوريزم بتاع الايه؟ بتاع المالت، اتفقنا؟ اللي بعده هامر 2. ادي الهامر 2 اهو ببساطه، هو موجود دايما في العيانين اللي عندهم هالوكس ايه؟ فالوكس. الكالوسيتي مهمه جدا في الاكزامينيشن برضه، تمام؟ وادي الفرق تاني بين الهامر 2 وبين الايه؟ الكلو 2، موجود فين؟ في الدي اي بي، تمام؟ طيب يبقى الهامر تو هو الموست كومن ديفورمتي. عايزين نركز مع بعض بقى في الايه؟ في الالجوريزم بتاعه ده. اول جوينت ببص عليه هو البي اي بي جوينت، بلاقيه فليكس، صح؟ ده مشترك ما بين الاثنين، ما بين الهامر وما بين الايه؟ وما بين الكلو. طيب انا عايز اشوف البي اي بي ده فليكسبل ولا ريجيد؟ لو لقيته فليكسبل هعمل ايه؟ سوفت تيشو ليز. علشان اعمل ليز للبي اي بي اللي فليكسد اعمل ليز لمين؟ ايوه فليكسور ديجيتورم ايه؟ بريفس. المشكله ان العمليه دي لما حاولوا يعملوها لقوا ليها كومبليكيشن خطيره جدا. ايه هي؟ انا لما عملت ليز للفليكسور ديجيتورم بريفس والميتاتارسو فالينجال هايبر ايه؟ اكستندد، كده خليت الاكستنسورز يبقوا ايه؟ يبقوا ان اوبوزد. هتقوم البلانتر بليت على طول ايه؟ تتقطع، تمام؟ فالعمليه دي طلعت ما تنفعش.
بتاع فليكسور ديجيتورال بريفس بيعمل لي اكزاجريشن للديفورمتي لانه بيدي الاكستنسورز الابر هاند بيعمل لي اكزاجريشن للديفورمتي مش بتاعت البي اي بي بيعمل لي اكزاجريشن للديفورمتي بتاعت الميتاتارسال فالانجل وهينتهي في النهايه ان انا عندي ديسلوكيتد ايه؟ ميتاتارسال فالانجل. طب اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها فليكسور تو اكستنسور ترانسفير. تمام؟ يعني ايه فليكسور تو اكستنسور ترانسفير؟ هقطع الفليكسور زي ما انا كنت ناوي اعمل بس برجع اخيطهم تاني في البروكسيمال ايه؟ فالانس. في البروكسيمال فالانس اللي هو انسرتد فيه مين؟ الاكستنسور اكسبانشن اللي اتكلمنا عليه. فانا كده بعمل حاجه اسمها فليكسور تو اكستنسور علشان ما اسيبش الاكستنسورز ايه؟ انا كده عملت ريليز للفليكسورز من الفالكس اللي انا كنت عايز اعمل له ريليز بس رجعت خيطتهم تاني على الاكستنسور ايه؟ اكستنسور سليك. تمام كده؟ يبقى ما ينفعش اعمل فليكسور ديجيتال بريفس ريليز جراوند. طيب افرض ان انا لقيته فيكس ديفورمتي هعمل ايه؟ نفس القاعده اللي احنا ماشيين عليها فليكسور ديفورمتي في البي اي بي هعمل ايه؟ لو عندي الميتاتارسال فالانجيال ديفورمد هعالجه الاول لان انا دايما ترتيب التصليح بتاعي في الليسكتوز بيبقى من بروكسيمال لايه؟ لديستال. تمام؟ طيب لو ما عنديش مشكله في الميتاتارسال فالانجيال يبقى هعمل البي ار بي فيوجن وفي عمليه كان الدكتور عاطف لسه شارحها من شويه اسمها اكسيجن ارثروبلاستي ان انا بعمل اكسجن لجزء من البروكسيمال فالكس وبرضه بعمل نفس السوفت تيشو بروسيجر بتاعت الفليكسور تكستنسور ايه؟ ترانسفير. يبقى انا ايذر بفيوز البي اي بي يا اما بعمل اكسجن ارثروبلاستي واحنا خلينا في الفيوجن لان هو الفيوجن هو اللي احنا ايه؟ بنعمله فعلا عاده. تمام؟ طيب لو لقيت الميتاتارسال فالانجل فيه مشكله هعالجه ازاي؟ احنا ستيل في نفس الكلام ها؟ الميتاتارسال فالانجيال هايبر اكستندد. تمام؟ الميتاتارسال فالانجيال هايبر اكستندد هبدا الاول بالسوفت تيشو ريليز. مين هو السوفت تيشو اللي انا عامل له ريليز؟ الايه؟ فليكسور. ازاي بس؟ اذا كان هو هايبر اكستندد هعمل ريليز للاكستنسورز. تمام؟ هعمل ريليز للاكستنسورز. طيب لقيته بيكوركت يبقى خلاص هو كده كوركتد واكمل بقى بقيه الديفورمتس اخش على البي اي بي والايه؟ والدي اي بي. طب افرض لقيته ما بيتصلحش يبقى انا محتاج اعمل الفليكسور والاكستنسور ترانسفير اللي احنا لسه متكلمين عليه. احنا قلنا ان الفليكسور والاكستنسور ترانسفير ليه رول في الريدكشن بتاع الايه؟ الميتاتارسال فالانجيال جوينت. طيب لو لقيت ان هو بعد ما عملت الفليكسور والاكستنسور ترانسفير لسه ما بيتصلحش يبقى لازم اعمل البوني بروسيدور اللي اتكلمنا عليه في الاول اللي هو ايه؟ اللي هو الفايل اللي هو الشورتنج للميتاتارسال. تمام؟ معلش الدنيا لخبطت شويه فاحنا علشان نفهم ونفتكر نحاول نشوف الفيديو ده باختصار كده في العمليه بتتعمل ازاي؟ ستيب باي ستيب كده. Thank you.
بس ما نعرف نعمله علشان هو الفيديو طويل فانا عايز اجري فيه شويه فمش عارف اجري وهو شغال كده. دلوقتي ببدا بالدورسال سكين انسيجن. تمام. اول حاجه عملتها دلوقتي ايه هو اللي هو بيسلكه ده؟ ده الاكستنسور تندون. يبقى اول حاجه ده السوفت تيشو ريليز اللي احنا بنتكلم عليه. عملنا ريليز الاكستنسور تندون من اول البي اي بي وماشي ورا خالص كده لغايه فين؟ لغايه الميتاتارسال رينج. تمام؟ يعني من البي اي بي لغايه الميتاتارسال رينج. طيب هو انا بصلح ايه دلوقتي؟ انا بصلح هامر 2. هامر 2 فيه فليكشن في البي اي بي وفيه هايبر اكستنشن في الايه؟ في الانبوجر. فانا عملت سوفت تيشو ريليز وفي نفس الوقت دلوقتي انا ناوي اعمل فيوجن للايه؟ للبي اي بي. فالمنشار ده اللي بيشيله الارتيكولار ايه؟ كارتريج بتاع البي اي بي. تمام؟ معايا يا جماعه؟ عملنا اكستنسور تندون ريليز، شلنا بالمنشار الارتيكولار سيرفيس بتاع البي اي بي. طيب هنا بقى الخطوه المهمه قوي، ان انا من خلال الارتيكولار سيرفيس اللي انا شلته بقطع الفليكسور ديجيتورا بايه؟ لونجس. تمام؟ الفليكسور ديجيتورا لونجس اللي هي من الناحيه الثانيه. تمام؟ قطعته وهقسمه نصين، هعمله تو سلينجز ميديال ولاترال. بتاعي بكي واير او سكرو ايا كان الامبرانت اللي انا
هستخدمه. تمام؟ دخلنا الوادر وبعد كده نأكد على ان انا خيطت التو سليكس بتوع الفليكسر الديجيتال دول بس في بعض. ولسه لغايه دلوقتي الاكستنسر تندر فين؟ الاكستنسر تندر لسه متعلق ورا اهو، شايفينه؟ ادي السنسور تندر هو لسه ما خيطتوش، شايفينه؟ اخر حاجه بعملها ان انا باخد الاكستنسور تندر بقى وارجعه مكانه. تمام؟ حد فاهم حاجه؟ الهامر
عندنا كام برونيس؟ برونيس ايه؟ طيب احنا خلينا في اللونجس والايه والبريفس. المحاضره دي عن اللونجس والبريفس، تمام؟ هناخد فكره عن الاناتومي والباثولوجي اللي بيحصل فيهم و الكلينيكال بريزنتيشن والديفرنشال دايجنوزس والدايجنوزس والتريتمنت. البرونياي لونجس وبريفس اهو مهمه قوي ان انا اقدر افرق بينهم وانا بعمل عمليه، تمام؟ يعني دلوقتي وانا فاتح في المكان ده، المكان ده اللي هو ورا ايه؟ ورا اللاترال مارفز، هعرف ازاي مين فيهم لونجس ومين فيهم بريفس؟ كويس، البريفس انتيريور، تمام ماشي. الريتيناكلم، ما هو الريتيناكلم، الريتيناكلم على الاثنين صح؟ طيب هو صح اللي قال البريفس انتيريور صح؟ والبريفس دايما هي اللي اقرب للبون، البريفس هي اللي نايمه على العظم على طول. طيب في طريقه ثانيه ممكن افرقهم، يعني طريقه صعبه شويه، ان انا ممكن اعرف كل واحد فيهم انسيرتد فين واحاول ايه اشد عليهم، بس دي طريقه صعبه شويه. والبريفس انسيرتد فين؟ في البيز اوف ذا فيفس. انما اللونجس انسيرتد في الميديا، يعدي في السور اوف ذا فود كده وانسيرتد في الميديا بايه؟ كيونيفورم. طيب اذا كان البريفس انسيرتد في البيز اوف ذا فيفس، يبقى هو الاكشن بتاعه ايه؟ وليه دور كمان في الفالجس، يعني العيان اللي عنده فالجس هيل ممكن من ضمن الحاجات اللي تريحه ان انا اعمل له ايه؟ ريليز للبريفس صح؟ طيب اللونجس انسيرتد في الميديا كيوميفورم، فده من ضمن الحاجات اللي بتزود لي الايه؟ الارش اوف ذا فوت، تمام؟ يبقى برضه اذا كان في عيان عنده بس كيفس مثلا وانا بعمل له عمليه، ممكن من ضمن الحاجات اللي اعملها له ايه؟ ان انا اعمل له ريليز للونجس. معايا؟ ده مالوش علاقه بالتندينوباثي، انا بس بكلمكم عن المسلز نفسها والاناتومي بتاعها. جايين كده من ورا اللاترال ماريلس وفي ريتيناكيلم، سوبيريور بيرونيال ريتيناكيلم وانفيريور ايه؟ بيرونيال ريتيناكيلم على الكالكينيس. وفي تيوبركل، تيوبركل شايف باينه في السي تي كبيره قوي ازاي؟ التيوبركل دي اسمها بيرونيال تيوبركل، وهي موجوده على لاترال وول اوف ذا ايه؟ اوف ذا كالكينيس، بتفصل ما بين البريفس والايه؟ واللونجس، تمام كده؟ ولما بعض العيانين يبقى عندهم هايبرتروفي في التيوبركل دي، ده بيبريدسبوز ان هم يحصل لهم بيرونيال ايه؟ تندينوباثي، تمام؟ طيب بعد ما نخلص الكالكينيوس يقوم البيرونيالي يمشوا على ليهم بروف كده على الانفيرو الاسم بتاع الايه؟ مين اللي قدام الكالكينيوس على طول؟ الكيوبوريد، علشان واحد فيهم يبقى انسيرتد في البيز اوف ذا فيبس والتاني يعدي للناحيه الايه؟ التانيه، تمام كده؟ دي ايه؟ اوسبيرونيا. دي من ضمن البون اللي سيسموه البونز اللي بلاقيهم جوه التندونز. دي جوه انهي تندون؟ انهي واحده في الاثنين دول؟ جوه اللونجس ولا جوه البريفس؟ جوه اللونجس، وغالبا المكان بتاعها بيبقى قدام الكيوبويد. ما احنا لسه قايلين ان اللونجس ماشيه تحت الكيوبويد، تمام كده؟ والاوسبرونياي من ضمن الحاجات اللي بتعمل بين وبتعمل تندنايتس برضه، وساعات بضطر ان انا اشيلها خالص اعمل لها ايه؟ اكسجن، تمام؟ العينين اللي بيشتكوا من بيرونيال تندنايتس او تندنوباثي كلهم بيشتركوا في نفس السيمتومز صح؟ بين على البيرونيال، البين ده بيبقى فين؟ على اللاترال اسبكت اوف ذا انكل او ورا اللاترال ايه؟ ماريلس، فبنسميه بروسترولاترال بين
في الانكل بروستورولاترال بين. عشان كده يخش في ديفرنشال دياجنوزس مع الحاجات التانيه كلها. زي ايه؟ زي اي حاجه ممكن تعمل لي بين في المكان ده. فراكشر كالكينيس مثلا يعني، تمام؟ طيب ممكن تخش في ديفرنشال انكل سبرين. انكل سبرين ده مهم جدا. يعني مشكله في اللاترال ليجمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا انكل. يعني دايما وغالبا البيرونيال تندينايتس بيبقى فيه تريجرنج بوينت ليه كده تروما، والتروما دي بتبقى ايه؟ انفرجن انجري زي بتاع السبرين بالظبط. فساعات كتير بيبقى البيرونيال تندينوباثي اسوشيتد مع انكل سبرين، لاترال انكل سبرين، تمام؟ طيب نخش الديفرنشال دايجنوز مع ايه تاني؟ مع حاجه مثلا بتعمل بوستروميديال بين في الانكل، بوستيريور او بوستروميديال. هو هنا المكان بوسترولاترال، ايه اللي ممكن يعمل بوستيريور؟ الاكيلس، صح؟ الاكيلس تندينايتس. طيب بوستروميديال مين اللي ممكن يعمل بوستروميديال؟ تيبيالس بوستيريور. طب الفليكسور هالوسس مكانه فين؟ البين بتاعه فين؟ بوستيريور. بوستيريور ميديال ولا لاترال؟ بوستيريور ميديال. الفليكسور هالوسس ماشي بالظبط ورا عظمه كده صغيره اسمها ايه؟ البوستيريور بروسس اوف ذا تيلس، وممكن يبقى فيها اكسسوار يكون في المكان ده اسمها ايه؟ اوسترايجون، تمام؟ زي ما احنا بنقول اوس بيرونيال هنا، في هناك اوس ايه؟ اوسترايجون. يبقى كل ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تخش في الديفرنشال دايجنوز. طيب البرونيس لونجس وبرينس فيه اختلافات بسيطه بين الباثولوجي بتاع الحاجات اللي ممكن تحصل في كل واحد فيهم. اي واحد فيهم ممكن يحصل فيه تينوسايتوفايتس. اللونجس ممكن يتقطع خالص، يتقطع يحصل فيه تير رابتشر يعني، تمام؟ الاوستروميال دي تبع اللونجس ولا تبع البريفس؟ تبع اللونجس. اللونجيتيدنال تيرس مش كومن في البرونيس لونجس، دي كومن في البرونيس ايه؟ بريفس. يعني ايه لونجيتيدنال تيرس؟ ادي البريفس اهو. لونجيتيدنال تيرس يعني ما بتلاقيش ان التندر مقطوع كده من طول، لا بتلاقيه كده مشرط كده. فاهمين الفرق؟ يعني مش مقطوع حتتين، لا في تيرز الونج اللونج اكسس بتاعت الايه؟ بتاعت التندر، تمام؟ ده مشهور قوي في البريفس وليها كلاسيفيكيشن هنقوله دلوقتي، تمام؟ السبلكسيشن من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتحصل في البرونيال وبتحصل في الاثنين مع بعض. الاثنين بيطلعوا بيسبلكس من الجروف اللي هم ماشيين فيها ورا الايه؟ ورا الـ ورا اللاترال مالس او ورا الفيلم، تمام؟ طيب البرونيس لونجس زي ما قلنا في سوبيريور برونيال ريتناكلم وانفيريور برونيال ريتناكلم، وبعد كده عند الليفل بتاع الكيوبول. فمتقسم زونز، الزون الاولانيه عند السوبيريور برونيال ريتناكلم، وزون بي عند الانفيريور، وزون سي عند الكيوبول. كل ما بنزل لتحت كل ما الباثولوجي بيبقى مور ايه؟ سيفير. كل ما الباثولوجي بيحصل يبقى مور سيفير. يعني سيرجيكال انترا اوبرتيف كده الباثولوجي متقسم كومبليت رابتشر او بارشال تير او مجرد ادهيجنز بس. فالكومبليت رابتشرز لما بتحصل بتحصل فين؟ تحت في الزون الديستال، زون سي، تمام كده؟ البرونيس بريفز بقى اتفقنا ان هو الاشهر فيه انه يحصل فيه تيرز كده بالطول. ف متقسمه اربعه جريدز هنشوف اشكالهم. دي الجريد الاولانيه اللي هو مفيش تير، بس انت لقيت التندون اتحول من حاجه سلندريكال لحاجه ايه؟ فلات. واضح في الرسمه مين فيهم البريفس ومين فيهم اللونجس ولا مش واضح؟ واضح في الصوره؟ زي ما احنا اتفقنا البريفس هو اللي ايه؟ هو اللي قدام او هو اللي ناحيه العظم، هو اللي فيه المشكله دي. يبقى ده كده جريد 1 فلاتند بس. طيب جريد 2 بدا يحصل فيه ايه؟ بدا يحصل فيه تير لونجيتيدنال بس ما خرمش التندن. يعني ايه ما خرمش التندن؟ يعني ما اقدرش ابص من خلال الفتحه دي. هنا بقى التير كبر قادر ابص من خلال الايه؟ الفتحه. لكن ما زالت الفتحه اقل من 2 سم صغيره يعني. كبرت اكتر من منظر
ده مش التندون كله. ادي التندون وادي بعيد التندون. تمام. ودي كلها ايه؟ تير. خلاص؟ يبقى ده جريد 4. بالنسبه للسبلكسيشن يعني برضه ليه جريدز ممكن نبقى عارفينها. جريد 1 ان السوبيريور بيرونيال ريتيناكيولم بدا ايه؟ يطلع من على البريوستيم بتاع الفيبيا، يفك يعني من الفيبيا. جريد 2 مش الريتيناكيولم بس اللي فك، لا في كارتلج ريم كده ماشيه على الفيبيولا ما بين البيرونياس لونجس وايه؟ والبيرونيس. اتخلعت هي كمان مع الايه؟ مع الريتيناكيولم. طيب تالت نوع حصل افالجن، يعني ايه افالجن؟ يعني في حته عظمه طلعت معاهم ودي بيسموها فليك ساين، يعني انا ممكن لو عملت اكس راي او سي تي اشوف حته العظمه الايه؟ المكسوره دي. تمام كده؟ الايتيولوجي ده بتاع كل البيرونيال تندينوباثي مش حاجه معينه منهم، ممكن يحصل بسبب تروما زي ما قلنا الانفيرجن. طيب انتوا متخيلين لو في فيروس ولا فيروس يعمل لي بيرونيال تندينوباثي؟ فيروس هي ولا فيروس هي؟ البيرونيالي لاترال. فلو انا عندي فيروس هو ده اللي ايه؟ اللي يعمل ستريتش على البيرونيال اكتر. تمام؟ الهايبرتروفايد بيرونيال تيور كان قلنا عليها في الاول لو انتوا فاكرين اللي شفنا صورته، والاوسبرينال اتكلمنا عليهم في الاول، وممكن اي سيستميك ديزيز، سيستميك انفلاماتوري ديزيز زي الروماتويد او الدايابيتيك نيوروباثي يبقى اسوشيتد معاه اي نوع من انواع الايه؟ التندينوباثيز. تمام؟ يعني ادي الفيروس هاند فوت شايفين بيبقى فيه ستريتش على الايه؟ على البيرونيال. الاوسبرونيوم بتبقى في الليفل بتاع الايه؟ كيوبويد او عند الانتيريور كالكينيوس خالص. تمام؟ انا مش شايف في ده اساسا شكلها مش مهم. طيب ادي البيرونيال ايه؟ تيوبركل، يعني مستحيل ان احنا نشوف المنظر ده في الاكس راي. انا شايف كبيره قوي ازاي؟ وفي السي تي كبيره قوي، ودي نفس الصوره اللي انا شفتها قبل كده. طيب كل العيانين دول بيشتركوا في السيمتومز ان هم عندهم لاترال انكل بين او بوست لاترال انكل بين وتندرنس، ولو حملت لو حاولت اخليهم يعملوا اي فيرجن اجينست ريزيستنس هيبقى فيه ايه؟ بين. يعني لو حبيت اعمل احط البيرونياي ان اكشن هيبقى فيه بين طبعا. تمام؟ والله هو موضوع تشخيص الموضوع بتاع البيرونياي ده مش سهل ابدا الحقيقه، لان انت دايما بيبقى عندك عيان عنده يعني انت بتتعامل معاه لانه بيرونيال تندينايتس او عنده اي تندينايتس وهتخف. دايما بيبقى عايز سسبيشن جامد قوي ان انت تشك ان البيرونيال دي مش مجرد انفليمد بس او مش مجرد فيها تندينايتس بس، لا ممكن تكون مقطوعه او فيها مشكله تستدعي السيرجيكال ايه؟ اكسبلوريشن. تمام؟ ده البروفوكيتيف تيست اللي احنا قلنا عليه، بنعمل ايفيرجن اجينست ريزيستنس، وبيقول لك لو هو بيخلع لو انت عملت سيرك كومباكشن كده هو ممكن ايه يحصل ترابيال ديسلوكيشن. ديفرنشال دايجنوس زي ما اتكلمنا، لاترال انكل انستابيليتي، سندزموتيك انجري، اي حاجه اي حاجه ممكن تبقى ديفرنشال دايجنوس. الاو سي دي والفتيرس لو كان الليجن بوستيريور شويه او لاترال ليجن ممكن يبقى ايه تخش الديفرنشال دايجنوس. اوستريجولا بوستيريور تيرا فراكشرز، كل الكلام ده وارد. تمام؟ الدايجنوزس او يعني ازاي دايجنوز عيان عنده بيرونيال بين، عيان جاي بيشتكي من بين وانت مش عارف تعمل له ايه وتدي له ميديكال تريتمنت وما بتحسنش، هتطلب له اكس راي. تمام؟ احتمال لو انت حظك كويس تلاقي ان في الاوسبرونيال او تلاقي ان في البيرونيال تيوبريكال اللي ايه؟ الهايبرتروفايل، او تلاقي عنده جاس جونز ويطلع حاجه ثانيه خالص. تمام؟ الكلام ده كلام قديم قوي اما كانت الناس بتحقن صبغه في الشيس بتاع الايه؟ بتاع البيرونيالي وبعدين تعمل لها اكس راي عشان تشوفها. الكلام ده اعتقد ما حدش بيعمله في الايام دي خالص. الام ار اي مهم. ادي الفيبيولا وادي الايه؟ البيرونيالي وراها. لو في اي فلاتنج او اي تير بشك فيه عن طريق الام ار اي، بشك فيه، لكن يعني دايما لازم تبص فيها كويس قوي وما تعتمدش على الريبورت اللي جاي لك من الايه؟ من الام ار اي.
سي قلنا ليه فوائد قليله. زي ايه؟ زي ان يكون في الفليكس ساين اللي هي كنا لسه بنتكلم عليها، حته مكسوره من الايه؟ من البوستيريور بوردر بتاع الفيبرا. تمام؟ الالترا ساوند دلوقتي في جميع القصه بتاعت التندينوباثيز دي بقى ريلايبل جدا، وبيقولوا ان هو مور ريلايبل كمان عن الايه؟ عن الام ار اي. الماسكولوسكليتال الالترا ساوند بيحدد لك اذا كان ده تندينوزس ولا تندينايتس ولا تير، ويحدد لك المكان بتاعه، بيقول لك ممكن يبقى تير في المكان الفلاني او مشكله في المكان الفلاني، سواء كان في التيبيالس بوستيريور او في البرونيال او في الاكيلس. الالترا ساوند دلوقتي الماسكولوسكليتال الالترا ساوند مهم جدا. تمام؟ طيب ممكن اي حاجه فيها بين نوت ريسبوندنج تجرب معاها موضوع اللوكال انجكشن، يعني لوكال انثيتيك تيست، بتحقن العيان وتشوف اذا كان في ريسبونس او البين بيقل، يبقى ممكن يكون هو ده فعلا الدايجنوزز. تمام؟ طبعا ما تحقنش ستيرويدز قريب من اي تندر، لان دي ممكن تعمل ايه؟ رابشر. اذا كنت هتحقن يبقى لازم شرطين، ما يبقاش ستيرويدز، تحقن لوكال انثيزيا وما تخشش بيها في السبستانس بتاع الايه؟ بتاع التندر، احقن في الشيز او حوالين الشيز. تمام؟ طيب التندوسكوبي ده بقى يعني الناس من هو اللي هو روايات المناظير بيخشوا في جوه الشيس بتاع التندر بالايه؟ بالمنظار. تمام؟ ويشوفوا اذا كان في حاجه في التندر ولا لا. يعني هو اوهام، بس في ناس بتعمل كده فعلا بس مش عندنا طبعا. تمام؟ كل التندروباثيز ببدا معاها كونسرفتيف، ماشي؟ ببدا معاها كونسرفتيف بالاكتيفيتي موديفيكيشن والفوت وير موديفيكيشن. الكورتيكوستيرويد انجكشن على الرغم ان هي مكتوبه هنا، لكن زي ما قلت لك احنا ايه؟ معترضين عليها تماما وما بنعملهاش. اللاترال هيل ووتش ده لعلاج الديفورمتي، العيان لو كان عنده فيروس حاول تصلح له الفيروس، تمام؟ ممكن ده يصلح المشكله. هل الكونسرفتيف مانجمنت هينجح؟ هينجح اذا كانت المشكله تندينوباثي. انما اذا كان في رابشر او تير يبقى العيان ده اكيد هيبقى نوت ريسبوندنج، وانت لازم تبقى عندك انف كارج ان انت تاخد الديسيجن بتاع الايه؟ الاكسبلوريشن بتاع التندر. اعمل كل الانفستيجيشن بتاعتك، اعمل ام ار اي، احتمال كبير ما توصلش لحاجه برضه. تمام؟ احتمال كبير ما توصلش لحاجه. فلازم يبقى عندك الشجاعه بعد 3 لـ6 شهور من الفيلد ميديكال تريتمنت ان انت ايه؟ تكسبلور التندر. تمام؟ طيب البرونيس لونجس دي حاله فتح الحمد لله فتحنا التندر ولقيناها ما فيش حاجه. لقينا في شويه ايه؟ تينوس انفايتس، رحنا قشرناهم وعملنا نفسنا كده ان احنا ايه؟ عالجنا المشكله. تمام؟ العيان هيتحسن ولا لا؟ ماشي يعني مش مشكله. ده عيان كان عنده اس برونيال واضطرينا نعمل لها اكسجن. تمام؟ اما بتعمل لها اكسجن هي معديه جوه التندن، يعني هي جوه التندن بتاع البرونيس لونجس، فلما بتعمل لها اكسجن بتحاول تعمل ايه؟ ريبير للتندن تاني. البرونيس بريفس اللونجتين الاكتيرز اللي احنا اتكلمنا عليها دي لازم تريشي التندن، ترجعه سلندريكال تاني زي ما ايه؟ زي ما كان. واحيانا لما يكون ما فاضلش حاجه بقى من التندن وهو خلاص يعني ما فاضلش منه اقل من 30% منه، فممكن اعمل ايه؟ اعمله تينوليزيس. يعني ايه اعمل تينوليزيس؟ اروح مخيط اللونجس في الايه؟ في البريفس. فتحت لقيت البريفس خلاص ما فاضلش منه اي حاجه، فرق منه حته صغيره بس، فاروح مخيطه الاثنين في ايه؟ في بعض. تمام؟ السبلكسيشن. السبلكسيشن خصوصا لما يكون كرونيك سبلكسيشن العلاج بتاعه ان انا اعمل ديبنج للايه؟ للجروف، ودي ليها كذا طريقه، وان انا اعمل ريبير للايه؟ للريتناكل، ما فيش حاجه ثالثه. بعمل ديبنج للجروف واعمل ريبير. الديبنج هو ده التندن ريروتنج اللي هو بحاول اعمل ديبنج للايه؟ للجروف. وفي طريقه ثانيه ان انا اخد حته بول بلوك كده من اللاترال ماريوس وارجع بيها لايه؟ لورا علشان اعمل ديبنج للجروف. تمام؟
في اي تنتيموكاثيز او اي حاجه ممكن اعالجها بالمنظار؟ لو في تير لازم حتى اللي بيعملوا مناظير واللي هم يعني اللي بيعملوا تندوسكوبي لما بيلاقوا تير بيفتحوا عليه ايه؟ ويخيطوه. بيخيطوه بالمنظار يا دكتور مختار؟ لا. تمام؟ الدايجنوزس عايز هاي اندكس اوف سسبيشن. وفي عندنا مجموعه من الديس اوردرز بدايه من التينوسيرفايتس للتيرز للاسبرياي للهايبرتروفايد تيوبركل حاجات كتير. تمام؟ لازم افكر فيه لما يكون العيان بيشتكي من بوستر بدل الانكل بين. لازم ابدا كونسرفتيف الاول مع العيان. ممكن يكون فيه هوستيوستروما او مفيش. ولازم وانت بتتعامل مع البيرونيال تندينايتس او تندينوباثي تفكر في الايه؟ في اللاترال ليجمنت سبرين. هما ساعات كتير قوي بيبقوا اسوشيتد مع بعض. شكرا. ازيكم يا